ثلاثة لله أبو معتز ضيفنا اليوم في العراق. الله يهديك حبيبي يا أبو معتز. اللواش الأرمني طبعاً يكون يابس، ها؟ خاص للباجة يكون يابس. أسلوبه هو طبعاً يدخلوه هنا المرقة ويكسروه حتى يصير مثل الفريق. وراها ناكله، ورا ما ناكله ناكل أصابعنا. أوكي؟ فضل وياني بالشاهدين بالعافية. اللواش طبعاً لازم يكون جاب يابس، يعني متيبس. هذا اللواش المستخدم للباجة. شافي شافي واي صار. يلا على الواحد، على الواحد ننزل.